تم اختيار منهم لحد دلوقتي 42 فيلم، وعايز اتوقف مره ثانيه عند لجان المشاهده وفريق البرمجه، لانهم فعلا السنه دي شافوا عدد اكبر بكتير من السنه اللي فاتت، ويعني انا بحييهم وبشكرهم على الجهد والمجهود الرائع اللي عملوه. وكمان بحب يعني نتكلم، بس مش هقدر طبعا اقول كل الافلام في المسابقه، لان طبعا 47 فيلم، حتى لو هنقول عدد منهم دلوقتي ممكن يبقى المركز على مسابقه الافلام الروائيه الطويله، عشان بعد كده هيبقى في بيان بيتوزع بالافلام اللي اختارت لحد دلوقتي. الافلام الروائيه الطويله هم 10 التسجيلات الطويله هم 10 افلام، 10 افلام منهم فيلمين من مصر. عايز اتكلم على الفيلمين دول الاول، لان منهم كمان فيلم الافتتاح. فيلم الافتتاح اللي هو يعتبر نادر جدا لما تلاقي مهرجان افلام تسجيليه بيعرض فيلم يعتبر الجزء الثاني من عمل تم عرضه قبل كده. في افلام عربيه اخرى، احنا المسابقه عندنا تقريبا 50% منها هتكون افلام عربيه و50% افلام دوليه. في افلام انتجت بعد مشاركتها في منتدى الانتاج المشترك اللي اتعمل السنه اللي فاتت اللي هنتكلم عنه بعد شويه. من المنتدى في 4 افلام من اللي كانوا متقدمين كمشاريع، سواء مشاريع في التصوير او مشاريع في مرحله الانتاج او مرحله البوست. منها 4 افلام تمت بالفعل، ومنها فيلم ارق للمخرجه ديالا كاشمار، وهو الفيلم الحاصل على جائزه لجنه التحكيم في مهرجان دبي السنه اللي فاتت، وهيتعرض السنه دي في مسابقه الافلام الطويله. وفي فيلم حبيبي الثمانية عند البحر، الفيلم الرائع اللي انا حبيته جدا لما شفته في مهرجان تورونتو السنه دي، كان اتعرض في برلين واتعرض في تورونتو واتعرض في دبي واتعرض في مهرجانات كتيره جدا، وهو من افضل الافلام الروائيه التسجيليه العربيه اللي انا شفتها على مدار ال 12 شهر اللي فات. فيلم لمخرجه اردنيه فلسطينيه هيعرض برضه في المسابقه. ده طبعا بجانب بعض الافلام العالميه اللي احنا اخترناها ولجنه التحكيم اختارتها، لجنه المشاهده اسف اختارتها، زي في فيلم اسمه في دينجرس اكت اللي هو كان اتعرض في برلين واتعرض في تورونتو السنه اللي فاتت، كان واتعرض في سان دانس، كان عرضه العالمي الاول في سان دانس. ده فيلم عن المقاومه في بيلاروسيا، النظام الدكتاتوري في بيلاروس، من خلال حكاية فريق مسرحي بيشوف من خلالهم قصة المقاومة الشعبية اللي قعدت على مدار 10 سنين للحكم الدكتاتوري اللي كان في بيلاروس، وفيلم برضه حصل على جوائز في مهرجانات كتيرة، وده عرضه الأول في الشرق الأوسط. برضه فيلم concerning violence أو فيما يخص العنف، وده فيلم سويدي امريكي بيعرض برضه المرة الاولى في الشرق الاوسط، وده كان من اهم افلام مهرجان برلين السينمائي السنه دي، حصل على جوائز كتيره، واحنا فخورين ان احنا بنقدم الفيلم ده بالذات المره الاولى في الشرق الاوسط قبل اي مهرجان عربي تاني. وطبعا يعني مش هقدر اتكلم عن كل 10 افلام لان الوقت مش هيسع، يعني ده في افلام من اليونان، افلام قبرص، المكسيك، البرتغال. فاحنا هي عندنا تنوع كبير جدا على المستوى الجغرافي، في اكثر من 35 او 36 دوله افلام المهرجان كلها، المسابقات او بره المسابقه، ده غير الافلام اللي في المنتدى. احنا اوريدي اخترنا افلام اللي هتشارك او المشاريع اللي هتشارك في المنتدى الانتاج المشترك السنه دي. الدوره دي انا عايز اقول لكم ان احنا تعبنا فيها جدا للظروف الاقتصاديه ولميزانية المهرجان الضعيفة اللي هي حوالي 1,010,000 جنيه من أيام ما كان الدولار ب3 جنيه، ما زادتش قش سعر، الإقامة زادت، الفنادق زادت، الطيران زاد. دكتور صابر مشكورا تواصل مع الفريق مميش، والفريق مميش قدم لنا دعم. انا بشوف انا وكمال او حفظي او اي حد من زمانيه، انا المستقبل للمجتمع المدني بدعم الدوله، وكمال الحقيقه وانا اشكره على هذا بيدير المهرجان بهذه الطريقه.
ما بيديروش بداخل دولاب الحكومة، لا بيديروا بالتعاون مع شباب السينمائيين، مع فريق عمل حفظي، مع مجموعة كبيرة من الشباب اللي بيمثلوا الضلع الرابع اللي هو المجتمع المدني. شباب الإسماعيلية. وشباب الإسماعيلية كمان اللي السنة اللي فاتت كان معانا في كل الشغل والسنة دي هيبقى معانا. أنا بقول إن الدورة اللي فاتت والدورة دي والدورات القادمة من مهرجانات الإسماعيلية، وأتمنى بقى وبقولها صراحة من واقع مسؤوليتي، أن على الدولة أن تدعم وتراقب لا أن تنفذ، علشان يبقى فيه نوع من النفس ونوع من الحياة. الدولة مظلة، الدولة مش هي البيت وهي المستفيد، الدولة مظلة إحنا بنعمل تحتها.